أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا من إحدى البلدان، إذا تكلمت على الأديان الكفرية كالاشتراكية والبعثية والقبورية وحذرت منهم لأنهم يلبسون على الدين، يقولون نحن إخوان في الإسلام، ويقول لي أقربائي لا تتكلم فيهم واسكت وعلم الناس الصلاة والزكاة وغيرها، فماذا علي تجاه أقربائي؟ عليك أن تفعل ما تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن لا تتنازل عن عقيدة الولاء والبراء، تبغض الكفار وتعاديهم، أما إظهار ذلك فهذا حسب الإمكان، إذا لم تتمكن أو كان عليك ضرر أكبر فإنك تنتظر إلى فرصة أخرى. نعم.